ما الذي ينبغي فعله إذا بلغت المصيبة؟ ينبغي لكل مؤمن إذا بلغته المصيبة أيا كانت المصيبة عدة أمور. الأول الصبر، فيسن الصبر على المصيبة عموما، ويجب من الصبر ما يمنعه عن المحرم. قال ابن القيم رحمه الله: والصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. قال ابن تيمية رحمه الله: والصبر واجب باتفاق العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: والصبر واجب بإجماع الأمة، وهو نصف الإيمان، فإن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. قال ابن قدامة رحمه الله: وينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى، ويتعزى بعزائه، ويمتثل أمره في الاستعانة بالصبر والصلاة، ويتنجز ما وعد الله الصابرين. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وينبغي الرضا بالقضاء والقدر، والتسليم التام لله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. متفق عليه. فأعظم الصفات التي يتحلى بها المؤمن التوكل على الله تعالى، والتصديق بموعود الله جل وعلا، والرضا بحكم الله وبما قضاه وقدره. ينبغي عليه قول إنا لله وإنا إليه راجعون، وقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها. وأن يعلم المؤمن أن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، فهي مملوءة بالمصائب والأقدار والأحزان. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقديما قالوا: دار متى أضحكت في يومها أبكت غدا قبحا لها من داري، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. وينبغي للعبد أن يتذكر أنه وأهله وماله وكل ما يملك لله عز وجل، فلله عز وجل ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وينبغي عليه الاستعانة على المصيبة بالصلاة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، أي إذا نزل به أمر مهم أو أصابه غم. وقد أخبر ابن عباس رضي الله عنهما بوفاة أحد إخوانه، فاسترجع وصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. وينبغي تذكر ثواب المصائب، وتذكر فضل الصبر عليها.